يعرف به ويمجد ابنه يسوع المسيح، وبقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح، وبقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح. أحبائنا أهلا بيكم، بنرحب بيكم في برنامجكم اشفيني. حلقة النهاردة بعنوان شفاء الله محبة. احنا عارفين ان النهاردة حول العالم، يمكن استراليا اول بلد لانها سابقة العالم، بنعيد بعيد الحب الفالنتاينز داي. ويمكن ناس كتيرة جدا يعني بيدوروا على معنى للمحبة، يعني امتى انا اشعر ان انسان بيحبني. وبنلاقي كتير قوي اني هل انا بقول كده لما اتنين بيتبادلوا مشاعر مقتربة من بعض، او هل انا لما حد بيعمل لي حاجة بحبه، او لما حد بيتصل بي او يساعدني في حاجة بحبه. فاصبحنا فكرة المحبة عندنا محبة مشتركة، ان انا بحب علشان حد بيعمل لي حاجة، فعلشان كده انا بحب الشخص دوت. لكن النهاردة احنا عايزين نشوف قلب الكتاب المقدس في الشفاء والمحبة. كتاب بيقول كده ان في هذا هي المحبة، ليس اننا احبنا الله، بل انه هو احبنا. فالفكرة كلها مش ان احنا بنيجي النهاردة ونقول يا رب انا بحبك، يا رب انا بحبك. الفكرة كلها ان واحنا بدون اي استحقاق هو حبنا. والحب ده النهاردة اظهره لينا بطريقة عملية. لما يجي حد مريض واجي اقول له ربنا بيحبك، هيقول لي شكرا. لكن لو جيت صليت له واتشفى، هيشعر بمحبة الله بطريقة تانية خالص. لان المحبة ما بقتش كلام، ما بقتش ايات، ما بقتش قواعد، لكن المحبة اصبحت عملية. فالنهاردة احبائنا في عيد الحب، اعظم حاجة ان احنا نكتشف حب الاله ده اللي هو بذل نفسه عننا. كتاب بيقول كيف لا يهبنا معه كل شيء، مش بس يشفيني، ده خلصني ويشفيني ويحررني ويعمل كل حاجة، لأن محبته تجاهي ملهاش أي حدود وغير مرتبطة بعمل أنا بعمله. ودي النهاردة حاجة يمكن بنلاقيها صعبة جدا إن إحنا نثبت فيها. أهلا بك يا مينا. أهلا بك يا بون، وأهلا بكم أحبانا في كل مكان. كل سنة وحضراتكم طيبين. إن النهاردة الله بروحه القدوس ينير علينا بمحبته الخالصة الفائضة الفياضة التي تأتي علينا النهاردة، بالمحبة الغير مشترطة اللي من غير أي شروط، المحبة التي بذلها وبينها في ابنه يسوع المسيح الذي بذله من أجل كل واحد يؤمن النهاردة ويتلامس مع المحبة الحقيقية. زي ما إيفون أشارت وقالت إن المحبة دي الله مش أحبنا وأحد في السماء بتاعته وقال كده أنا بيني وبينكم في فواصل وحوائط، لا، هو نقض الحائط المتوسط، نقض كل عائق، شال كل وسيط ووضع ابنه يسوع المسيح الوسيط الوحيد بين الله والناس لكي ننال المحبة التي بلا شروط. إن النهاردة مش بس إن بين الله محبته، ولكن يسوع له كل المجد قال لهم في يوحنا 13 وصية جديدة أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم مين؟ أنا. هي وصية جديدة إن إحنا الإنسان لما بيتلامس مع محبة الله الغير مشترطة التي بلا شروط، ما فيش شروط لمحبة الله، ده هو بيحب الخطاة والعشرون والزناة والناس اللي هم حاسين انهم ادنى الجميع واللي هم ما لهمش اي استخدام في المجتمع واللي هم حاسين انهم خانوا عهد الرب حتى لو كانوا ماشيين معاه لفترة. ولكن النهاردة لينا اخبار سارة جدا ان الله بيّن محبته مش بس في خلاصنا ولكن في شفائنا ايضا. ان النهاردة لينا شفاء من المسيح، وروح المسيح المقام من الاموات هو القادر النهاردة أن يتلامس معك وأن يشفيك. لو عندك إيمان النهاردة
او لو ما عندكش ايمان، عايز اقول لك افتح لك الباب ده النهارده، عايز اقول لك ان لا شيء يعيق محبه الله التي لك في المسيح يسوع. ملناش غيره، هو الشافي، وملناش اي عائق في المحيط اللي احنا بنعيش فيه انه يبقى عائق بيننا وبين الله. الله له كل المجد، زال كل عائق، زال كل وسيط، زال كل خطيه وشبه خطيه وكل ربط. لذلك كان فداء المسيح شامل لفداء ارواحنا وانفسنا واجسادنا، بمعنى اخر انه يعطينا حياه ابديه، يعطينا شفاء جسدي ونفسي وروحي، ويعطينا حريه من كل قيد ومن كل ارواح معانده. فالنهارده هي دي الاخبار الساره، ان مش بس ملك الله بياتي داخلنا ولكن ياتي من خلالنا. عشان كده النهارده محبه الله، عايزين يعني في اول الحلقه ان احنا نقول روح الله هو روح المحبه، روح الله الذي يتلامس معك الان عبر الشاشه وانت بتقولي ان انا محبطه، ان انا مهمشه، ان انا ليس لي اي صفه في المجتمع اللي انا بعيش فيه. عايز اقول لك ان روح الله يقيمك من التراب، يقيم كل نفس ذليله النهارده، يعطي البائس حياه ورجاء، لان ده قلب الاب الذي اظهر في المسيح يسوع. والروح القدس النهارده بياخذ مما للاب ويعلن لينا نحن الاطفال الصغار. فاحنا النهارده بنيجي ونتلامس مع هذه المحبه الخالصه. امين يا مينا. والمحبه دي مفتاح الشفاء. ليه مفتاح الشفاء؟ لاني انا لما بدرك المحبه دي بعرف ازاي اجي واستقبل. لو ما ادركتش المحبه ديت، لان المحبه اللي واصله لنا النهارده محبة مشترطة بكل الحدود. يعني احنا النهاردة فكرة اي انسان عن المحبة انك انت لما تعمل لي اعمال معينة فانا هحبك وبالتالي هعمل لك اعمال معينة، لكن لو انت ما اتصلتش بيا انا مش هتصل بيك. ده فكرنا النهاردة عن المحبة. لكن المحبة اللي الكتاب المقدس بيتكلم فيها لما يسوع بيقول ليس حب اعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. فالحب ده النهاردة بيحط نفسه، بيحط كل ما عنده، واللي بادر بده النهاردة يسوع. فالنهاردة لما أنا أدرك ده هبتدي أفاصل، هبتدي أوقف الفصال مع ربنا، لأني أنا دايما بقول له يا رب أنت عظيم، أنت محب، بس أنا ما استاهلش، لأن يا رب أنا وحشة، أنا ما بصليش كفاية، أنا ما بصومش كفاية، أنا وأنا 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 النهاردة مش قادرة أشيل، مش قادرة أشوف نفسي بالطريقة اللي هو شايفني بيها. فالنهاردة أنا لازم أفهم يعني إيه فيلو لاف، يعني إيه أجاباي لاف. فيلو لاف حب الأصدقاء لبعض. لكن أجاباي لاف اللي هو حب الله لينا، اللي هو الحب اللي هو غير مشترك، الحب اللي أنا لو عملت اي حاجه، ما عملتش اي حاجه في حياتي فهو بيحبني. ده مش معنى كده ان احنا بنتكلم عن النعمه الرخيصه، اني انا اجي اقعد ما اعملش ولا حاجه، لا. لكن ده ادراك حقيقي بان الله اللي وهب نفسه من اجلي النهارده، ما فيش حاجه هو مش عايز يدهاني. كوني ان انا لسه ما استقبلتش الشفاء بتاعي، ده انا ما اقدرش اترجمه بكلمه لا اصلي ربنا مش عايز يشفيني. لا، النهارده أنا باجي في أول الحلقة وبقول له أنا بفتح إيدي علشان أنا بستقبل محبتك. وزي ما قلنا يا مينة، الله أظهر محبته. المحبة إظهار، بين. طب بينها إزاي أو أظهرها إزاي؟ وإذ نحن بعد خطاه مات المسيح، عمل أيوة. إن هو مات من أجلنا بالظبط. والنهاردة وإذ نحن بعد برضو على عدم معرفة وفي مرض وفي ألم وفي تجارب، يجي الله ويتلامس معنا. ليه؟ لأن بيبين محبته لينا. والآب السماوي مين عمل كده مع يسوع لما جاء يسوع اتعمد في نهر الأردن؟ قال له أنت هو ابني الحبيب الذي به سرت. الكلام ده الآب قاله للمسيح قبل ما المسيح يعمل معجزة واحدة، قبل ما المسيح يعمل أي حاجة. فحب الله ليا مش مرتبط النهاردة بعمل أنا عملته، مش مرتبط النهاردة بيا أنا خالص. فأنا يمكن عشان استقبل شفاية انا لازم اطلع نفسي انا بره الصوره خالص، وبكل اتضاع بكل بساطه انا باجي بقول له يا رب انا فعلا ما استاهلش، بس انا بقبل العمل اللي انت عملته. اظهار المحبه، المسيح اظهر المحبه ازاي؟ كان يجول يسوع
يكرز في مجامعهم ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. فالمحبة اللي المسيح أظهرها ما كانتش محبة كده إن هو بيقعد يقول في آيات ولا بيقعد يوعظ وبس، دي كانت محبة ظاهرة، أو بس إن هو مات من أجلنا لفداءنا من فعلا الجحيم. وده للأسف اللي بيقف عنده مسيحيين كتير جدا، إن هو ده فعلا عظيم جدا، بس النهاردة لما محبة الله تكتمل في قلوبنا هنعرف إن المحبة دي لشفائنا، المحبة دي لتحريرنا، المحبة دي مش بس لشفائنا الروحي ولكن لشفائنا الجسدي أيضا، محبة شاملة كاملة. yes. شاملة. yes. مهتم بينا. أيوة. النهاردة احنا بنتكلم إن الآب يمجد من خلال المحبة الظاهرة إزاي؟ أمين. لما يحصل شفاء باسم مين؟ باسم يسوع. لأن هو قال إن طلبتم شيئا باسمي، إن طلبتم شيئا باسمي، وقال كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. أيوة. أو في ترجمة تانية نلتوه. يعني النهاردة يسوع له كل المجد، كلامه المحيي النهاردة إن دي وعود صادقة وأمينة. الله مش بإنسان عشان يكذب أو يندم على قوله، ولكن كل عطية صالحة هي من عند أبي الأنوار، لا عنده تغيير ولا ظل دوران، ولا بيجي النهاردة يقول ابني أو بنتي أنا هنقم عليه شوية. بنقول إن العلاقة من خلال المحبة، من خلال المحبة المبينة في الشفاء الإلهي اللي احنا بنتكلم عنه، إنها تنتج إلى إيه؟ تطلق حضور الله. أيوة. قوة الله بيجيب إيه بعد كده؟ يعني بنقول محبة، إعلان، بعد كده شفاء، بعد كده قوة، بعد كده حضور. أيوة. بعد كده بيحصل في فرح وبهجة للقلب. ليه؟ لأن الله ليس بأسطورة ولكن عامل معنا. تخيلوا الله بيعمل مع المؤمنين، ينتج عنه إيه؟ ثمر. أيوة. والثمر ده يثبت، والثمر ده يأتي بمجد لله الآب. عشان كده هو قال لهم إن يروا أعمالكم الصالحة يمجدوا مين؟ أبوكم الذي في السماء. هو ده قصد الكنيسة، إن النهاردة يكون لينا هذه المحبة العملية. إن النهاردة ما نكونش أنا قاعد في الفالنتاينز داي وبقول يا دي خانتني، ده خاني، ده بيكرهني، ده مخصمني، ده أنا مش قادر أغفر له، ده أنا مش قادر أسامحه. عايز أقول لك النهاردة لو تبين لينا محبة الله مش هنقدر أبدا نحط نفسنا في الكورنر ده أو في الزاوية دي المنغلقة اللي احنا بيحاصرنا فيها إبليس، ويقعد كده زي أنا دايما بشوف مع بعض الناس اللي بنصلي معاهم، إن زي إبليس حطتهم في كورنر ومسكهم ببوكس، عارفة زي الملاكم كده، وعمال يضرب فيهم. حرام، روحهم نفسيتهم محطمة، محتاجة شفاء، محتاجة محبة. كل مرة إلهنا يتلامس مع إنسان عشان يشفيه فهو يقدم محبته التي بلا شروط. ولازم يمين أحاول أفهم إن الحب اللي إحنا بنتكلم عنه ده، أيوة، ده غريب ما بين البشر. يعني تخيل أنت لو مثلا زوج دخل وجاب لمراته مثلا كل يوم بوكيه ورد، هتقول له ايه المناسبة؟ يعني اول سؤال هيبقى طب النهاردة مثلا، يا النهاردة عيد ميلادك مقبولة، أيوه، بكرة عيد الحب مقبولة، أيوه، بس كل يوم هتجيب لي بوكيه ورد، ده في ناس تقول لك ده دي واحدة هتشك في جوزها. بالظبط. أيوه. لان انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه غلط عشان انت عايز تداري على اللي انت بتعمله. اللي انا عايز اقوله ان الحب بالنسبة لنا بقي مشوه، وان احنا ابتدينا نفهم كده. انا كنت لسه بسمع اختبار واحد مر بظروف صعبة جدا، مراته سابته لان هي ما قدرتش تستحمل الظروف ده، وللاسف اتمسك بالكلب بتاعه عشان قال حاجه واحده بس، هو الوحيد اللي عرف يحبني بمحبه غير مشترطه، معايا فلوس معيش فلوس، معايا اكل معيش اكل، كان دايما بيقعد جنبي. علشان كده عمل المستحيل علشان الكلب بتاعه ده يعني ما يسيبوش. فقد ايه دي النهارده حاجه بتحزن. ليه؟ لان وصلنا لمرحله ان الحب اللي بنحب بيه بعضنا حب مشوه. انا بحب جوزي طول ما جوزي قادر يعني يحط اكل على الترابيزه وياخد باله مني وياخد باله من العيال، ما قدرش يعمل كده، طب انا هروح فين؟ وبنلاقي ناس كتيره جدا البيوت بتتفكك.
فايه اللي احنا عايزين نقوله النهارده احبائنا؟ لما جه واحد قال للمسيح، المسيح قال له اعظم وصيتين انك انت حب الرب الهك وحب قريبك مثل نفسك. بس ليه الاول حب الرب الهك؟ لان الحب اللي بيجي من فوق ده حب من طريقه تانية، ده حب تاني، ده حب مختلف، ده حب اسمه غير مشترط. يا رب، طب انت يا رب انا ما عملتش حاجه عشان انت بتحبني، بس انا بحبك. زي بالظبط الام اللي بتبقى لسه يعني مخلفه بيبي صغير، هو ما عملش حاجه، هو لسه بيبي صغير بيعيط وعايز ياكل وليه لكن هي بتحبه. طب عمل ايه عشان تحبه؟ لا، هي بتحبه عشان ده ابنها. وده النهارده الكتاب بيقول كده، قد ايه محبه الله لنا جميله جدا. ده قال لهم في العهد القديم، قال لهم كده في ارميا 17 ان محبه ابديه احببتكم yes. احببتك لذلك ادمت ليك الرحمه. ان الرب بيتكلم بيتنبأ علينا على كنيسته ان محبه ابديه احببتك. عارفين يعني ايه ابديه؟ يعني ليس لها بدايه وليس لها Eternal. نهايه yes. everlasting بنقول بالانجليزي، للأبد. الى الابد. ان الله في يعني علمه السابق قبل الأزمنة عارف إن مين هيتولد في اليوم الفلاني، وعارف إن هو يحبه ويدعيه ويقدسه ويستخدمه ويملأه. فأنت النهاردة ليك نفس الدعوة yes. أنت النهاردة ليك نفس المجال ده المتاح في ملك الله. كان واحد صديق ليا طبيب، كان مولود في أسرة مسيحية، ولكن كنت بكلمه كده قريب فقال لي أنا لا يمكن أرجع للدين المسيحي. فقلت له ليه؟ قال لي لأن يسوع بتاعكم ده بيقول أحبوا أعداءكم. صح. إزاي أحب العدو بتاعي؟ دي حاجة غير منطقية، حاجة غير علمية، حاجة لا يمكن تطبق yes. فلو أنا هؤمن بالإله بتاعكم ده يبقى لازم أحب الأعداء بتوعي، ودي حاجة أنا ما أقدرش أعملها yeah. عجبني جدا الطبيب ده لأنه حقيقي مع نفسه يا ما ناس مؤمنين يا ما ناس مسيحيين بيعيشوا وعارفين الآيات دي ويقولوا أنا مؤمن ولكن ما يقدرش ولا يحب فيها. العدو بتاعه فالحقيقة إيه؟ إن أنا قلت له بس أنت عارف لو عرفت ربنا حبك قد إيه yes. هتقدر تحب أيوة. العدو اللي قدامك أيوة. لأن العدو ده مش الإنسان ولكن روح ضد المسيح اللي بتحرك الإنسان اللي قدامك اللي بيعديك. فالنهاردة ربنا يفتح قلوب ناس كثيرة جدا أمين. بشفاء لمصالحة، لشفاء مش بس جسدي وروحي ولكن نفسي أيضا. هنطلع ناخد الاختبار بتاعنا، بس عايز الاختبار ده يكون اختبارك أنت. يمكن أنت الاختبار بتاعك يكون مختلف عن الاختبار اللي هنشاهده دلوقتي، بس روح الله أنا متأكد من الكلام ده هيجي ويخبط على باب قلبك لأنه عايز النهاردة يعمل معجزة جوه قلبك ويبين محبته العملية. ابقوا معنا. وبقوة الروح القدس يعلن مجدي مسيح. I had been sick for about 2 weeks, which felt like the flu, and I thought to myself, well, I've got to get to a doctor and just get some antibiotics. I just hadn't taken the time to do it. Yvonne Skor didn't have the flu. بتاعي. She had pneumonia, and it was getting worse. And I realized that my breathing was so shallow that I couldn't hear it. وبعدين and I said, قالت what's going on, Lord? أنا قلت ده حاجة خطيرة جدا، والرب قال لي إن ثقي فيا. وبعدين إيفون راحت المستشفى ودخلت العناية المركزة. بيقول الدكتور المعالج إن 6 فصوص اللي هم في الرئة بتاعتها 4 منهم كان في التهاب حاد جدا، وإنه ابتدى يعمل لها تسمم، وإن هي كان لازم يحطوها في كوما علاجية عشان يعالجوها بالمضاد الحيوي القوي جدا. بتقول ان انا كنت بعتقد ان انا لا يمكن استيقظ تاني واعيش تاني، ولكن كان عندي ايمان ان انا عارفه انا رايحه فين وكنت في سلام. ولكن بيقول الطبيب ان احنا صلينا مع بعض واتكلمنا من قلب لقلب، وكلام ان قال لها كده ان انا اخر واحد
هتشوفيه قبل ما تنامي وأول واحد هتشوفيه لما تصحي تاني. بتقول إن أنا اجتمعت مع الأسرة وإن كان كله فقدت الوعي حوالي 3 مرات في الأسبوع وابتدى يحصل فشل في أعضاء الجسم وابتدى في أعضاء ابتدت تتوقف تماماً الرئة القلب الكليتين بعد كده نظام الغدد كله ابتدى يقف تماماً السكر البنكرياس من 70-80% حالة وفاة كاملة بعدين الأقارب والأصدقاء والأطباء وكل الناس اللي يعرفوا إيفون كانوا بيصلوا وهم عارفين إن هي على جهاز تنفس صناعي ولكن كانوا عارفين إن هيبقى صعب جداً إنها ترجع إلى الحياة وتمارس حياتها بالطبيعي إنها تنجو من اللي هي فيه ده كانوا غير متوقعين إن يحصل نجاة بتقول إن أنا ما دخلت لها كنت حاسة وبرا كده إن هي لا يمكن تكون معايا هي في كومة تماما في غيبوبة قالت لها أنا أحبك وأنا عارفة إن أنت ممكن تكوني من السمعاني ولكن لو أنت مع الرب دي حاجة جميلة جدا وإحنا هنفتقدك وهنفتقدك كلنا ولكن دي حاجة جميلة أنك تكوني مع الرب في الوقت ده كانت إيفون فعلا بالفعل في السماء وبتقول أنا رحت في حقل جميل جدا وكان فيه ظهور وكان رائحته جميلة وكان في حياة وانتعاش غير عادي تقول إن فعلا في محضر يسوع محبة ونور وطهارة ما فيش كلام يقدر يوصف المحبة دي العقل لا يقدر إنه يوصفها إن المحبة دي بتغمر الإنسان بالكامل كان في صوت موسيقى جميلة جدا لفريق أو أوركسترا عازف صوت كأنه مئات الآلاف من الناس بيسبحوا الله بتقول إن كان في إحساس من السعادة غير السعادة العادية اللي إحنا بنحس بيها في العالم أنا مشيت فعلا في السماء مع الرب وإنه طلب مني وقال لي إنك اختبرتي كلمتي وأنا بطلب منك إنك تروحي الأرض وترجعي وتشاركي بكل اللي أنت اختبرتيه لأن الناس ما بيصدقوش كلمتي وفي منهم بيشعروا ان هم عن عدم استحقاق يستحقوا نعمتي قال لها انا اريد انك تخبري الناس بكل اللي انت اختبرتيه غفراني بمجيئي الحتمي بانهم يتوبوا بقلب صادق ويتبعوا وصاياي بعد كده بثلاث ايام استيقظت فعلا إيفون من الغيبوبة وبتقول إن حاجة صديقتها بتقول إن حاجة مذهلة جدا إن هي كانت في موت حتمي إن هي ما كانتش موجودة معانا في المستشفى ولكن كانت عايشة على الأنابيب وكانت عايشة على الأدوية وكان جسمها موجود فعلا ولكن واضح جدا إنه ما كانش فيها أي حياة وهي واضح جدا إن لما رجعت كانت رجعة بقوة غير عادية تقول بسرعة كبيرة جدا رجعت إلى حياتها الطبيعية بمعدل مذهل جدا كان أمر غريب جدا لواحدة كانت في غيبوبة تقول إن الرجوع ده كان أمر حلو ومر في نفس الوقت لأن أنا كنت مبسوطة جدا في المكان اللي روحته ولكن في نفس الوقت هو كان تقيل جدا لأن كان لازم في وصية من الرب شخصيا إني أرجع وأخبر بمحبة الله واللي أنا اختبرته في السماء تقول بعد كده إن رجعت وتعافت وكانت متعافية بسرعة رهيبة جدا كانوا الأطباء كلهم مندهشين جدا لسرعة التعافي بتاعها وبيقول الطبيب إن ده حاجة معجزية وإن ده حاجة غير طبيعية وفوق الطبيعي ومذهلة جدا
Yvonne believes that she was brought back for a very special بتقول ان هي عارفه ان رجعت لسبب خاص جدا وان رجعت بالكامل عشان تشارك اللي حصل بين السماء والاختبار اللي هي شافته في السماء. كلمات بتعجز فعلا، تقول ان انا اريد ان ارجع تاني ولكن اريد ان اشارك الناس ان هم يذهبوا معي الى السماء. احبائنا رجعنا تاني وشفنا الاختبار العجيب القوي اللي لما انسان فعلا يتلامس حتى وهي في الغيبوبة راحت السماء، وبتقول اللي غير حياتها ورجعها تاني ان هي تشارك بما عمله الرب في حياتها وهي في الغيبوبة، ان هي شعرت واختبرت محبة الله. واحنا النهاردة بنتكلم عن عيد الحب، بنتكلم ان الشفاء هو اظهار من اظهارات محبة الله، ان النهاردة لينا شفاء. ليه؟ لان الله محبة، هو يحبنا ويشفينا مش بس روحيا ونفسيا وجسديا ايضا. امين. عارف يا مين الايه اللي بتقول انظروا اي محبه اعطونا الاب حتى ندعى اولاد الله. انا حاسه ان كتير مننا مش عارف ميراثنا في المسيح. أيوة. يعني حاسس ان كفايه قوي يا رب ان انت خلصتني، ده عمل جبار قوي، لكن لما نيجي عند الشفاء والتحرير يعني انا مش واثقه من كل ده. لكن النهارده محبه عمليه. المحبه دايما بنقول ان المحبه مش كلام، انا ممكن اقول لحد انا بحبه لكن انا ما بعملش حاجه بتبين كده، لكن الله اظهر المحبه ديت محبه عمليه. الحاجه الجميله جدا يا مينا اني انا لما افهم فكر الكتاب المقدس اني لو حد زال الخطيه فهو زال المرض، ان الاثنين مرتبطين ببعض. يعني المرض دخل العالم بسبب الخطية، لما المسيح مات من أجل الخطية فهو بالتالي دفع ثمن المرض. إن ده النهاردة أعظم عمل للمحبة. فأنا النهاردة بيجي أقول له يا رب بكل بساطة كده، مش عن استحقاق أو عن أي عمل في بر أنا عملته، لكن أنا وقاعدة في بداية البرنامج أنا بفتح إيدي كده وبقول له يا رب أشكرك لأنك أنت بتحبني، أشكرك لأنك أنت اللي بدرت بالمحبة ديت، أنت اللي جيت وخدت الخطوات الأولى، أنت اللي جيت النهاردة وجيت قلت لي حبيتك واخترتك وأيدتك علشان تروحي وتأتي بثمر. قد إيه من اختبارها جميل. قال لها ارجعي وقولي تكلمي عن محبتي، تكلمي عن غفراني، تكلمي ما تسكتيش. فالنهاردة أحبائنا بكل بساطة قول له كده، قول له يا رب انا بستقبل المحبه، والمحبه مش بس غفران الخطايا لكن ان انت غفرت خطيتي، وهتمد ايدك النهارده على جسدي المريض وعلى نفسيتي المنكسره ومشاعري المنكسره، على الاكتئاب اللي عندي، على التوتر اللي عندي، على الحاله اللي عندي، علشان انا رب وقاعد بتفرج على الكلمه ديت انت بتيجي وبتشفيني. امين. المسيح كلامه بسيط جدا ولكن قوي جدا في جداً. نفس الوقت لو أخذنا من بعض الإصحاحات من يوحنا 13 و14 15 و16 هو الحديث الأخير اللي هو قبل الصليب. وعارفين دايما الإنسان يجي كده يقول أعظم شواهد أو أعظم أشياء يتركها كده لآخر لحظاته، يمكن لما سجل بعض الناس في التاريخ عن أعظم أشياء قالها العظماء كلهم قالوها قبل الموت على طول بفترات قليلة جدا. فالحديث الأخير ده من يوحنا 13 و14 15 و16 التقليد يقول إن ده إنه الكلام ده عرفه إزاي القديس يوحنا، ولكن روح الله اللي جه وهمس إلى أذنه، لأن الكلام ده لا يمكن يتعرف بالعقل البشري ولكن هو إعلان سماوي من خلال روح الرب الروح القدس. فيجي المسيح يكلمهم يقول لهم في يوحنا 14 ومن آيات 10 ل 14 يقول لهم، لما فيلبس بيقول له أرنا الآب فبيقول له الكلام الذي كلمتكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيا هو يعمل أعمال. وبعد كده في عدد 13 يقول لهم الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا،
ويعمل أعظم منها. يقول لأني ماض إلى أبي، وبعد كده يقول لهم ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. ويرجع يكرر إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. يعني يجي يقول أنا اللي هعمل الأعمال من خلالكم. لو اتحادكم بي حقيقي هيكون في ناتج ملموس. لو المحبة اتلمست بيها بدون شروط وفعلا عرفت المحبة اللي أنا أحببتك بيها، هيكون في أعمال ناتجة، مش أعمال ناتجة عشان تعرف محبتي. أنت بتختبر محبة الله المغيرة عشان تعمل أعمال من فضلك، قلبك من فضلك، اختبارك من فضلك، تغييرك هو اللي بينتج عنه الأعمال اللي بتعملها باسم يسوع، مش باسم مينا ولا فون ولا أي إنسان، لأنه ليس اسم آخر. قديس بطرس الرسول قال كده في أعمال 4، قال مش بتقوانا ولا بتقدسنا ولا بأي حاجة أنا وبطرس، بطرس ويوحنا رايحين، لا، قال لكن لأن ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إلا اسم مين؟ يسوع له كل المجد. النهاردة تعالى تمسك بيه، لأن دي وعوده، إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعل. كتير قوي بنقول يا مين، احنا بنقول الآية دي بس بنقول حاجات كتيرة باسمه جاي. بس احنا ما يعني ما بناخدش حاجة. مفتاح الآية اللي انت قلته، الحق أقول، الحق الحق أقول من يؤمن بي. مش ممكن يكون عندي الإيمان ده بحد إلا لو أنا بحبه. الإيمان مرتبط بالمحبة. مش ممكن أنا آجي ويكون أنا ما بحبش حد وأقول أنا ما بحبش الشخص الفلاني بس أنا مأمن بيه أو أنا عندي ثقة فيه. دايما الإيمان مرتبط بالمحبة. لما قلبي بيفيض محبة لحد فأنا بمتلئ إيمان، ولما باجي أمتلئ إيمان مش بس أنا بستقبل شفاية، لأ، ده أنا كمان بصلي على المرضى فيبرؤون. عشان كده يسوع بيقول لهم انتوا مش بس هتعملوا الأعمال اللي أنا عملتها، انتوا هتعملوا أحسن منها. الحاجة الجميلة جدا إني لو في أب بيحب ابنه جامد بيبقى عايز ابنه يعمل أحسن ما هو عمل. فالمسيح النهاردة بيقول انتوا مش بس هتعملوا اللي أنا عملته. فالكلام ده كلام خطير، والآية دي آية خطيرة جدا، لأني المسيح أقام لعازر بعد 4 أيام. المسيح كان يقول يشفي كل من متسلط عليه إبليس. النهاردة بيوعد ولاده، بيقول لولاده انتوا مش بس هتعملوا اللي أنا عملته، لا، ده انتوا هتعملوا أعظم من ده. طيب ليه؟ لأني أنا ماضي إلى أبي. وفي الحتة دي لما أنا أوصل للإيمان ده يقول ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله. ليه يا رب هتعمله؟ مش عشان اجي اقول دي فلان الفلاني بيصلي على المرضى وبيشفوا، لا، ليتمجد الاب بالابن. علشان النهارده الناس مش شايفين يسوع لكن شايفين حضرتك وحضرتك. النهارده انا يعني يوم يمينة الخميس لما المسيح صعد التلاميذ كلهم راحوا وكانوا بصين فوق للسماء وشافوه وهو بالجسد الممجد بيصعد لفوق، ووشهم أو وجوههم لسه متثبتة لفوق. فجاء ملاك قال لهم خلاص هو صعد. فالنهاردة لغاية دلوقتي كتير مننا أحبائنا لسه واقف على الجبل وشاخص إلى فوق وفاكر أن كل المشاكل هتتحل لما أنظر إلى فوق. لا، الروح القدس انسكب علينا النهاردة. فعلشان الروح القدس فيا النهاردة أنا مش مستني وأنا ناظر لفوق، أنا جالس فوق، أنا جالس في السماوات وأنا بجيب السماء على الأرض. بس إمتى؟ لما محبتي لي بتوصلني للإيمان اللي بيتكلم عنه، الإيمان اللي هو بيقول أني أنا باسم يسوع وبسلطان يسوع مش بس هعمل أعمال يسوع، ده أنا هعمل أعمال أعظم من أعمال يسوع. وبالنسبة منا للعقل اللي هو ريليجيس أو اللي هو متدين، أيوه، بيبص على الإيمان ده وبيقول إيه الكبرياء اللي أنت بتتكلمي بيه ده؟ بس هو اللي عامل الأعمال، بس مش أنا، ده مش كلامي أنا، ده كلام يسوع. فلو أنا ما قدرتش أقبل الكلام ده بمحبة وببساطة
الانجيل ده بالنسبه لي هيبقى اسطوره، هيبقى او ان انا بحط نفسي في الصوره، او ان انا بحط نفسي في الصوره، لان بستكتر على ربنا الكلام اللي قاله. اقول تاني، بستكتر على صح، بقول له كتير عليك، صعب عليك يا رب، مش معقول قوي كده يا رب، يعني انت أوي. ايوه متواضع بس مش بالطريقه دي. أيوة. ليه؟ لان انا حاطط جوه قراره قلبي ان الاعمال اللي يسوع بروحه القدوس بيعملها من خلالي دي بتنسب ليا. ايوه، فبستكتر ازاي ربنا يعمل. بالعكس، ربنا دايما الاب يحب اولاده يعملوا اكتر منه. ايوه، وهو بيتكلم كده وبيقول لاني انا ماضي الاب، عارفين ماضي الاب يعمل ايه؟ لانه عن يمين الاب، لانه فوق كل رياسه وسلطان وكل اسم، لانه جلس عن يمين الاب في السماويات. وقديس بولس الرسول يقول واجلسنا معه، يعني اخذك بدم، انت بقيت فيه لحمه من لحمه وعظمه من عظامه، زي ما بيكتب في افسس 35 يقول ان احنا بقينا خلاص جزء منه. أيوة. ما ينفعش نتجزأ منه. أيوة. يس. اتحدنا بيه، لبسنا المسيح، بقينا مسيحيين. فالنهارده ما ينفعش ابدا، دي كذبه كبيره جدا من ابليس انه يجي ويقول لك انت مصدق قوي الكلام ده يا عم، لا ده لازم ليها تفسير روحي. ولكن اللي اختبر اعمال المسيح المعجزيه بناس بسيطه جدا، وده ده قوه الكنيسه الاولى. يس. وقوه الانجيل ان ناس عاميين وعديمي العلم، ولكن يقول الكتاب ولكن كانوا مع مين؟ يسوع. مع يسوع. أيوة. هي دي سر قوتنا، هو ده سر المسيحيه، هو ده السر المكتوم الذي اعلن في ملء الزمان، ان النهارده لينا الحق نقول فعلا ونقوم ونقول له اشكرك انك بينت المحبه. واحنا بنعيد في عيد الحب، واحنا بنتكلم عن محبه الله التي بلا شروط. يعني لسه جاي الاختبار دلوقتي بيقول، يعني بيقول للاسف ان اللي كاتبه الاختبار مش هتقدر تشارك معانا على الهوا، ولكن كاتبه كده: الاخوه الاعزاء العاملين مع الرب مينا وايفون بتقول الرب يبارك خدمتكم دائما. اذكركم باسمي سامية من جنيف التي صليتم من اجل شفائها في حلقة يوم 29 مايو 2014. بعدين بتقول والرب تمجد في رحلة العلاج من مرض سرطان الدم، كان عندها سرطان الدم. هللويا. التي استمرت لمدة سنتين حتى بداية 2016، ومن يومها وأنا شفيت تماما بنعمة المسيح، والتحاليل تؤكد التحاليل التأكدية الدولية تثبت استمرارية التعافي التام من المرض. وأريد أن أشجع كل طالبي الشفاء أن الرب بيسمع وبيستجيب بطرق مختلفة، ومنها أنه ممكن أن يتمجد في رحلة علاج عادية جدا مثلي استغرقت سنتين، وممكن أن يشفي مريض في آخر مريض آخر في لحظات، ولكن نثق دائما في صلاح الرب وإن تأنى يستجيب. وأشكر الرب من أجل صلواتكم المستجابة أمام عرش النعمة، أختكم سامية من جنيف. إحنا فعلا إن بنرحب بكل الاختبارات، ولو أنت ليك اختبار ده مش اختبارك أنت، ده اختبار الرب في حياتك، ده شهادة حية عن عمل الرب من خلالك. فالنهاردة اوعى تاخد الاختبار ده وتحط انت السنتر بتاعه وتحط نفسك في الصورة وتقول اصل لا داري على شمعتك تقيد، ما ينفعش اخد مجد باطل، ما ينفعش. عايز اقولك ان ده اللي ضعف الكنيسة، ان ده اللي ضعف المؤمنين، لانهم اخدوا مجد الاب مجد الابن ومجد الروح القدس وحسبوه لانفسهم. ولكن الكنيسة الاولى، الاباء الاولين، الانجيل، اعمال الرسل بيعلمنا غير كده تماما، ان في شهادة. ده يقول في سفر الرؤيا في اصحاح 19 يقول ان روح النبوة او شهادة يسوع هي ايه؟ روح النبوة. شهادة يسوع، ان انا بشهد على عمل يسوع، هو ده روح نبوة، بتنبأ على ناس ان زي ما حصل ليا يحصل لاخرين ايضا. جميل جدا. يعني اختنا، يعني احنا متشجعين جدا بالاختبار دوت،
ويمكن يمينة يعني المسيح شفع 10 واحد بس اللي رجع. فأنا واثقة أن في اختبارات كتيرة جدا، فعشان كده أحبائنا اختباراتكم دي بتشجعنا جدا، بتشجع ناس كتيرة حول العالم. فياريت اللي يحصل معي تداخل إلهي زي أختي المباركة تتصل وتبعت لنا مين احنا كنا بنتكلم عن يوحنا. أيوة. عايز أقول لكم أحبائنا الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام خطير جدا، لأنه مش كلامنا، ده آخر كلام ليسوع لكل المجد. عشان كده احنا عايزين نطلع الكتاب المقدس، الكلام ده يتحفظ ويتصم. عارفين ان في يوحنا 13 يسوع قال لهم ان انا ذاهب الى الاب، فهم خافوا. يوحنا 14 قال لهم لا تضطرب قلوبكم، وبعد كده قال لهم ما تخافوش، انتوا مش بس هتعملوا الاعمال دي، ده انتوا هتعملوا اكتر منها. طيب هم وصلوا دلوقتي المرحلة ازاي؟ يعني ده النهاردة سؤال ناس كتيرة جدا. يعني انا امينة دايما بقول يا ريتني عرفت الكلام ده من زمان، يا ريتني عرفت ازاي دي من زمان. فيوحنا يقول كده هو في 14 ومن عدد 15 لعدد 23، هنقرأ الكلام ده بالراحة وهنحاول ان احنا نشرحه، لان يسوع بيرد على السؤال ده بيقول لهم كده: ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخر ليمكث معكم الى الابد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يراه ولا يعرفه، اما انتم فتعرفونه لانه ماكث معكم ويكون فيكم. لا اترككم يتامى، اني اتي اليكم، بعد قليل لا يراني العالم ايضا، اما انتم فترونني، اني انا حي فانتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون اني انا في ابي وانتم فيا وانا فيكم. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحب ابي وانا احبه واظهر له ذاته، اظهر له ذاتي. الايات دي احبائنا يعني من اقوى ايات الكتاب المقدس. يمكن في عدد 15 عايزين تعملوا اللي انا بقول لكم عليه، لازم عايز اقول يعني محبه للموت، يعني محبه، يعني لازم تحبونني فتحفظوا الكلام ده. بالانجليزي واضحه اكتر: if you love me obey what I tell you، يعني طاعه قوية جدا للي انا بقول. لو بجد انت بتيجي تقول يا رب انا عايز الكلام ده، طيب انا عايزك تطيع. عارف يا مينة لما اقول لحد حاجة اقوله طب طيع الاول، طب اطيع لايه؟ لاني انا يسوع بيقولهم انا اللي هطلب من الاب. ناس كتيرة جدا بيقولوا انا نفسي امتلئ بالروح القدس، انا صليت مرة واثنين ولسه ممتلئش من الروح القدس. على فكرة مش انت اللي عايز تمتلئ من الروح القدس، ده المسيح هو اللي عايز يملأ، هو اللي عايز، ده اللي هو بيقول انا اللي هطلب من الاب. أيوة. انا اللي بشفع فيكم امام الاب، انا اللي واقف امام الاب ذبيحه حيه ومرضيه قدامه، رافع ايدي وبطلب انكم انتم تمتلئوا من الروح القدس. الروح القدس ده يمكث معكم الى الابد، روح الحق. العالم لسه مش هيعرف يقبله لاني مش شايفه، لكن بيقول للتلاميذ ايه؟ لانه ماكث معكم ويكون فيكم. يعني ماكث معكم يعني وقت المسيح كان الروح القدس معاهم لكن لسه ما كانش حالل فيهم. وبعد كده بيقول لا اترككم يتامى، اني اتي اليكم. طيب يا رب هتيجي ازاي لينا؟ من خلال الروح القدس. طب وبعد كده بيقول لاني انا حي فانتم ستحيون. النهارده لو انت مريض في جسدك يسوع بيقول لك كده: مادام انا حي ودليل ان انا حي ودليل ان انا قمت من الاموات انك انت هتشفي. هو ده الدليل، لاني انا غير بقيه الالهه. الالهه الثانيه ميته. أيوة. كل المعتقدات الثانيه، بودا مات، اي حد تاني بنتكلم عنه اي معتقد تاني مات، عظامه في القبر بتاعته. لكن يسوع النهارده القبر فارغ، وعلشان القبر فارغ فهو حي، ولانه حي يستطيع ان هو النهارده يحيني. امين. وهو ده اللي الرب عايز يعمله النهارده، انه يجي لكل موقف، لكل تجربه، لكل مرض، سواء نفسي او جسدي النهارده، روحي متفقين عليه. يعني احنا ما بنتكلم عن الروحيات بنقول طبعا احنا بنقبل شفاء الروح وده اهم شيء، واقول لك امين جدا. وشفاء الجسد مهم جدا للرب، وشفاء النفس ايضا، ان النهارده لا يكون في نفس ذليله في العالم، ولكن فرح الرب قوتنا، ان النهارده الهنا يعطينا بهجه وانتصار ويعطينا الفرح الذي لا ينزع منا.
فالنهارده في ناس متالمه ويمكن عيد الحب بالنسبه لهم قصه فاشله او بتجيب او بتجلب ذكريات سيئه مؤلمه جدا. فعايز اقول لك ان النهارده مين اللي هيقدر يعالج الالم ده والفشل ده والاحباط ده ويمكن اشياء يعني صعب جدا مريت بيها؟ هو الوحيد، لان هو المحبه التي بلا شروط. هو النهارده اللي عايز يجي يعطينا، هو بيكلم اني انا، بيكلم يعني شخصيا انه ما بيميز، قال له من رآني فقد رأى الاب، ويرجع ويوضح لهم اكتر ان انا في الاب والاب فيا، ويرجع يوضح لنا اكتر ويقول ان وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخر. أيوة اخر دي يعني مساوي، ليس اقل او ازيد، ده اخر يعني زي بالظبط، ليمكث معكم الى الابد. عارفين ناس كتيرة تيجي تقول الروح يفارق عند الخطية، الروح يفارق لما بنقفله، الروح يفارق لما بنغضبه، ولكن إلهنا بيتلكك لينا عشان يملانا بروح القدوس، عشان يدينا معزيا آخر، عشان عارف إن في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا إن هو غلب ويغلب بيك النهاردة. مش أنت اللي بتغلب، هو اللي بيغلب بيك النهارده لو جيت سلمت له الحياه فعلا. وبنيجي نقول العبارات دي، انا سلمت للرب حياتي، انا قبلت المسيح مخلص شخصي وملك وحيد على حياتي، اقول لك جميل جدا، بس لسه محتاج شفاء، لسه محتاج تحرير، لسه محتاج شفاء جسدي، لسه محتاج انه يعلن لينا، لان محبه الله دي قصه الحياه، دي رحله، دي الابديه كلها، ان يعرفوك انت الاله وحدك وابنك يسوع الذي ارسلته. دي الابديه، مش معقوله هنعرفها هنا، ولكن تبتدي هنا، لان كل الذين قبلوه قد انتقلوا من الموت الى الحياه. وان النهارده الحياه دي مش بتيجي كده عشان يبقى اسمي بس مخلص او اسمي مؤمن او اسمي مسيحي، ولكن الحياه دي عشان هو قلبه انه كما في السماء يكون على الارض، لانه بيقول ان مشيئتك تصنع كما في السماء كذلك على الأرض، لتكن مشيئتك. أيوة، عشان كده مينا إني أنا حي فأنتم ستحيون. أيوة، إني أنا المخلص فأنتم هتتخلصوا، إني أنا الشافي فأنتم هتتشفوا، إني أنا المحرر فأنت هتتحرر. فهنا بيقول إني أنا حي، الدليل النهاردة إني أنا حي إنك أنت النهاردة هتحيا، لا أموت بل أحيا وأخبر بعمل الرب. آية 20 من أعظم آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم على الثالوث، بس مش الثالوث الأب والابن والروح القدس، ده بيتكلم كده بيقول في ذلك اليوم تعلمون إني أنا في أبي وأنتم فيا وأنا فيكم. الإعلان ده النهاردة لما يوصل لقلبي أني النهاردة أنا لا أنا، أنا مت من زمان، لكن أنا مين؟ ده أنا في المسيح. طب والمسيح فين؟ في مين؟ في الآب. فإيه اللي هيحصل؟ بكل بساطة كده أنا هلاقي نفسي بعرف أفهم الآية اللي إحنا لسه متكلمين عليها، أن الأعمال اللي أنا عملتها أنتوا هتعملوها. ليه هتعملوها؟ لما المسيح كان بيشفي المرضى قال لهم اني مش انا اللي بعمل الاعمال، قال لهم مين؟ الاب الحال فيه هو يعمل الاعمال. فالنهارده هاجي قلت مش ايفون اللي بتعمل اعمال، مش مين اللي بيعمل، الاب الحال فيه هو اللي بيعمل الاعمال. عدد 21 يقول كده، الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحب ابي وانا احبه وأظهر لي ذاتي. فالمحبة النهاردة في الآية دي محبة عملية، بتبتدي بالطاعة، بتبتدي بأن يا رب أنا جاية بطيعك، أنا الكلام ده جديد عليا، كلام ده خطير، كلام ده أنت رب بتفتح ذهني على حاجات كتيرة قوي، لكن اللي عنده وصاياي هو ده اللي يحفظها. لما أنا أجي، عشان كده المسيح قال لهم أنتم أنقياء. أنقياء بسبب إيه يا رب؟ انتم انقياء بسبب الكلام اللي وصل لكم. فالكلمه دي النهارده بتعمل ايه؟ بتنقي. فانا باجي بطيع، يا رب انا مش عارفه ازاي ده ممكن هيحصل، بس انا بحفظ، يعني انا بطيع. فيقول إيه اللي يحفظ ويطيع؟ هو ده اللي بيحبني. اللي بيحبني لا يهمه اسرته بتفكر ازاي،
ولا يهمه العائله اللي هو جاي منها بتفكر ازاي. بيجي يقول انا نميت في اسره الكلام ده مش موجود فيها، بس انا النهارده بقرا وقلبي عمال نبضات قلبي عماله تدق، ورب انت بتكلمني ان لا ده انا عايزك تمد ايدك على المرضى وانا هشفيهم، انا عايزك تتكلم باسمي، انا عايزك تخرج شياطين باسمي. يا رب ايه الكلام اللي انت بتقوله ده كله؟ انت بتحبني. لما انا اجي اصدق الكلام ده انا بحبه، والذي يحبني يحب ابي. طب ايه النتيجه؟ يظهر لي ذاته. هتظهر يا رب ذاتك ازاي؟ هتمد ايدك على حد وتنتهر الالم اللي جواه، فالالم ايه يعني هيتلاشى. انت لسه مين قاري لي بوست على الفيسبوك كان حد بيقول لما يجي لك صداع انظر للمسيح وهو على عود الصليب وانظر لالام الشوك، ولما يجي لك مرض مش عارفه ايه انظر للمسيح وشوف. ولا طب المسيح شال الالم ودفع ثمن المرض علشان انا اتمتع بحريه مجد اولاد الله. فانا بدل ما اقعد وابص لاكليل الشوك واقول له انت يا رب بتتألم وعشان كده ده صليبك وعشان كده انا بحمل الصليب وانا بتألم، لا انا باجي ادرك يسوع دفع ثمن المرض من اجلي. فانا بدل ما اجي واعيش بالصداع اللي انا فيه انا بتكلم للصداع باسم السلطان يسوع المسيح وانتهره عشان يغادر جسدي. والمفتاح انه بيقول لهم في ذلك اليوم تعلمون اني انا في ابي yes. وانتم فيا وانا فيكم yes. فكر في الثلاث كلمات دول، هو في الآب وإيه تاني؟ وأنتم فيا يعني أيوة. إحنا في المسيح وأنا فيكم واو. يعني أنا مليتكم أنا امتلكتكم. عايزين ناخد الكلمات دي ونطلع الفصل بتاعنا. فكر في الكلام ده، فكر في محبة الله التي بلا شروط، فكر النهاردة إن إزاي نجوع ونعطش لامتلاء الروح القدس عشان ما يبقاش الكلام ده بالنسبة لنا صعب جدا او كبرياء جدا او حاجه يعني مين انا اللي ربنا يستخدمني. عايز اقولك هو يريد النهارده ان يتعامل معك ويملأك بفرح الروح القدس ومحبته التي بلا شروط ويستخدمك لمجد الله الاب. ابقوا معي. وبقوه الروح القدس يعلن المجد مسيح. جمالك يكون بيا يا ربي الحبيب، خلي كياني يمتلي منك وعنك ما أغيب. خلي جمالك يكون بيا يا ربي الحبيب، يمتلي منك وعنك ما أغيب. إيدك بإيدي وارفعني واسبيني بيك لاسمك أغني أحلى الأغاني. بلسم جروحي وانت عناي تشفي لي روحي. انت يا ربي بلسم جروحي وانت عزائي تشفي لي روحي، وانت ضماني وحدك امان.
الضعف نصرة صارت كندا انت ضماني وحدك أماني كل ضعف نصرة صارت بين ايديك ايدك بايدي وارفعني واسقيني بيك لاسمك اغني احلى الاغاني وارب بين ايديك ايدك بايدي وارفعني لاسمك أغني أحلى الأغاني وأني بين إيديك وأني بين إيديك رجعنا تاني أحبانا في كل مكان عبر بث مباشر من شاشات الكرمة في سيدني أستراليا. النهاردة نحن بنتكلم عن محبة الله التي هي شفاء التي أظهرت في المسيح يسوع، ليس لأجل خلاصنا فقط ولكن لأجل شفائنا الجسدي والنفسي والروحي، من أجل تحريرنا، من أجل الفداء الشامل الكامل للإنسان المقدم على الصليب من الرب يسوع شخصيا. النهاردة بنتكلم إن من إنجيل يوحنا 14 و15 و16 إن إزاي الرب يسوع في آخر كلماته، أهم كلماته قبل الصليب على طول، إنه إزاي أعلن لتلاميذه إن وصية جديدة أعطيتكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. يقول إنه زي ما هو أحبنا بدل نفسه من أجلنا. إن المحبة النهاردة مش إن أنا أعرف عن الشفاء ولا يكون في احتياج لشفاء قدامي وأكون سلبي، دي معرفة إني أعرف محبة الله المغيرة المخلصة وما أقدرش أشارك أخوي أو أختي بالأخبار السارة، إن يكون حد في الأسر عندي أو حد من أصدقائي أو في الشغل مقيد من أرواح شريرة أو أرواح ظلمة أو أرواح نجسة، وإن أنا أقول أصلا ملياش دعوة بيه لأن أنا مش خادم أو كاهن أو راعي، أو حتى لو راعي أنا ما عنديش مواهب. ولكن النهاردة إلهنا يريد إن محبته تبين من خلالنا. يمكن كنا بنقول قبل الفاصل إن يسوع أعلن إن هو في الآب وهو واحد في الآب، ونحن إحنا نفسنا فيه وهو فينا. أيوة. وده يمكن سر المسيحية، إن الله اللي هو خلق كل شيء واللي هو قادر يعمل كل شيء جه سكن في أواني خزفية. أيوة. وجه أعطى للتراب كرامة ونفخ فيه روح حياة. أمين. عشان كده نكمل أمينة يوحنا 15. أيوة. من عدد 4 لعدد 8. أيوة. بيقول كده: اثبتوا فيا وانا فيكم كما ان الغصن لا يقدر ان ياتي بثمر من ذاته ان لم يثبت في الكرمة، كذلك انتم ايضا ان لم تثبتوا فيا. انا الكرمة وانتم الاغصان، الذي يثبت فيا وانا فيه هذا ياتي بثمر كثير، لانكم بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. ان كان احد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون
فيكون لكم بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. يعني عايز أقول يا مينا أن الآيات دي جواها سر الشفاء، سر العلاقة. إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. اللي بيحصل أحبائنا إن كتير مننا ما بيكونش ثابت في الكلمة ومش ثابت في الإيمان، فبيبقى يعني بيسمع الكلام ويتشجع ويتصل ويقول صلوا لي، فبنصلي وممكن ما يحصلش تداخل في يوميها، لأن الشفاء ممكن يكون فوري أو ممكن يكون تدريجي. لأن الإنسان مش ثابت في الكلمة، إيه اللي بيحصل؟ يجي الأسبوع الجاي يسمع برنامج تاني أو يسمع تعليم تاني، والتعليم التاني ممكن يعلم أن الله مش إرادته في كل الأوقات أن يشفي. أيوة. فيحصل إيه؟ يجي الأسبوع الجاي يقول طب خلاص يا رب لو أنت عايزني أعيش بالمرض وأحمل صليبي يا رب لتكن إرادتك. الإنسان ده ما بيخدش من ربنا حاجة. ليه؟ لأنه مش ثابت في الكارما. لكن النهاردة لو أنا عايزة أكون مثمرة، لو أنا النهاردة وعارف يا مينة ما فيش اختيارات كتيرة، إما أني أنا أكون مثمرة وأجي بثمر كتير أو أني أنا ما كنش مثمرة وما جيش بثمر. يعني الكتاب ما بيدينيش كذا يعني كذا يعني اختيارات كتيرة، هم اختيارين بس. لكن بكل بساطة إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم، طب يا رب إيه كلامك؟ كلامي ان انا رب شفي، هو ده كلامي. كلامي ان انا ما زلت بشفي. أيوة. كلامي ان انا ما بتغيرش. كلامي ان انت تثبت عينك عليا. كلامي ان انا امس واليوم والى الابد. هو ده كلامي النهارده، ان كل المحتاجون الى شفاء شفيهم. لو انت ثبتت النهارده ان دي طبيعتي، لو انت ثبتت النهارده دي ارادتي، لو ثبتت النهارده اني على عود الصليب دفعت ثمن خطيتك وبالتالي بجلدتي شفيت، هتتشفي. لكن النهاردة أنا باجي ولا رب أنا المحبة إيه؟ إن أنا أصدق وأؤمن وأكون أنا النهاردة ثابته مش متزعزعة. وده التحدي اللي قدامنا، لأن كتير جدا يعني ممكن واحد ياخد الآيات دي ويقول شايف أهو ربنا بيقول اللي مش هيجي من ثمر أو اللي مش هيجي بثمر ينزع ويطرح خارجا أو يطرح في النار، أو فأنا مش هخش في جدال لاهوتي. أيوة. ان انسان يسقط من نعمه الله او لا يسقط من نعمه الله، او لو التعليم اللي وصل لك انت بتؤمن بكده او كده. عايز اقول لك في كلا الحالتين انت ليك الفرصه انك تثبت في الكارما، انك ليك الفرصه ان عصاره الكارما الروح القدس هو الذي ياتي لو انا ثابت. هو ده يعني البعض يقول ايه اصل الاخ فلان اللي كان باين ان هو خادم وبعدين عايش حياة مبتعد عن المسيح هو لم يؤمن من الاصل او ما كانش عنده ايمان حقيقي من الاصل، وده ايمان مزيف، وده انا مش هخش في الجدال اللاهوتي ده. ولكن انا بقول لك ان الفرصة متاحة لينا النهاردة ان من ثمارهم تعرفونهم قال رب المجد، ان لينا النهاردة الفرصة ان انا اثبت في الكلام. لينا سلاحين واضحين جدا، كلمة الله وروح الله. كلمة الله تجسد وحمل الخطية وبجلدته شفينا، وروح الله اللي قال ابعت لكم روحي اطلب من الاب يعطيكم المعزي يمكث معكم. يمكث دي يا جماعة مش يعني انه يجي كده فترة وبعدين يغادر وبعدين يجي يزورنا وبعد. في ناس كتير قوي مؤمنة بتصلي بالاسلوب ده، بتقول يا رب احنا عايزين نشوفك، عايزينك تيجي اكتر، احنا عايزينك تيجي بلدنا. انا الفكرة كلها ان الرب اتى وسكن بروحه وفاض من نعمته واعطانا كل شيء في المسيح يسوع. فالنهاردة الايمان هو اعلان الحقيقة اللي حصلت جوه روحي. الإيمان النهاردة مش إن أنا لسه مستني لما يحصل شيء، ده الإيمان إن ثبت فيه وثبت كلامي فيه ف
ففي طاعة، والطاعة دي بتثمر، بيجي ينتج عنها أن بطلب ما أريد حسب كلمته، حسب إرادته، حسب مشيئته، فبيحصل شفاء، بيحصل تحرير، بيحصل خلاص، بيحصل أن الإنسان ده حياته بتختلف تماما من الظلمة إلى النور. أمين. يوحنا 15 من آية 9 لآية 12، آيات مهمة جدا. كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، اثبتوا في محبتي. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما إني أنا قد حفظت وصايا أبي وثبت في محبته. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم، أن تحبوا بعضكم كما أحببتكم. مرة تانية، المحبة اللي حبنا بيها يسوع هي نفس المحبة اللي الآب حب يسوع بيها. يعني محبة العقل بتاع ذهني ده ما بيجيبهاش، مش هقدر ان انا بالذهن ده انا هقدر استوعبها. لكن بيقول ان حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي. فالنهاردة انا عايزة اثبت، يعني انا بسمع البرنامج ده وبقول انا عايزة اثبت. احفظ الكلمة، احفظ الكلمة. الكتاب بيقول كان الله يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. الله النهاردة لما لسه مينا قال اختبار عن أخت مباركة شافت من سرطان الدم، ده مش علشان إحنا عندنا برنامج شفا، ده عشان الله أمين على كلمته، ده علشان بيثبت الكلمة. فأنا النهاردة عايزة أتنقى، أنتم أنقاء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. عايزة أثبت، أثبت في الكلمة، أثبت في المواعيد دي مهما كان الحرب عليا صعبة. يعني ناس بيقولوا اتصلت مرة، ممكن أكون اتصلت مرتين، أنت ما تعرفيش حالتي، المرض بتاعي ملوش علاج، أنا بقالي سنين كتيرة. النهاردة أنا برفع نظر المستوى السماء وباجي أقول يا رب هل في السماء المرض ده بيخف ولا لا؟ أمين. يبقى أنا النهاردة بتكلم من المنطلق السماوي ومش المنطلق الأرضي. وهو ده بكل بساطة علاقة ان الشفاء يا جماعة حب، ناتج عن حب، زي بالضبط ما الخلاص ناتج عن حب. فأنا في علاقة حميمية ما بيني وما بينه، في ثبات، في نقاوة. فبلاقي نفسي ان حتى لو انا ما طلبت الشفاء بتشفي. ليه؟ ثبت في الكلمة. زي من الشجرة، هل لو شجرة صغيرة اقدر ان انا اخلعها من الارض بسهولة؟ لكن لو شجرة كبيرة هل انا مهما مرت بصعوبة أقدر أخلعها؟ مستحيل. صح. لأن جذر الشجرة اللي أنا مش شايفاه تحت الأرض أطول من الشجرة مرتين لثلاث مرات. فأنا النهاردة لازم أبتدي أثبت في الشجرة دي، وأثبت في الكلام، وفي أثبت الكلمة، في المواعيد، أثبت في من هو إلهي اللي أمنت بيه. لو هو يهوى رافا، ودي صفة من صفات الله اللي أمننا بيه وبنعبده، فهو لا يكون الرب الممرض لحياتي، أو الإله الصارم الذي سمح لإبليس إن هو يجي ويهدم حياتي ويجلب لي مرض ويكون حتى ملهوش تشخيص، ويكون أشياء عسرة جدا بنيجي نتهم بها إلهنا الصالح. ده احنا بنقول إن إلهنا صالح وإلى الأبد رحمته. يعني هو كل يوم، كل صباح جديد يعطي مراحم جديدة، يعطي نعمة جديدة. فالنهاردة ما نجيش نقول كلام ونعيش أشياء تانية، أو نيجي نسمع برنامج ونقول يا ده الكلام ده جميل جدا. حتى لو أنا لا أنتمي لأسرة مسيحية، حتى لو أنا اتولدت في أسرة مسيحية، ولكن لم أختبر محبة الله المغيرة. إن النهاردة وإحنا بنعيد عيد الحب، إن إحنا نقول يا رب إحنا عايزين تسكب من محبتك، إن محبتك يا رب تشفي أنفسنا، ولما أنفسنا تتشفي أجسادنا هتتشفي أيضا. لما النهاردة يكون لينا مش بس الرجاء الذي لا يخزي ولا يخزى، ولأن محبة الله زي ما رومية 5:5 بتقول انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فأنا النهاردة هل فعلا أخذت مسحة الروح القدس؟ هل أنا اتمسحت بمسحة الروح القدس؟ هل في حياتي
مش هنزيف الموقف. هل انا النهارده بيقول لان ده هيحصل ايه؟ هثبت في وصايا الرب. طب وايه اللي هيحصل من كده؟ قال ان هتثبتوا في محبته. وايه اللي هيحصل؟ يقول في عدد 11 كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. يعني النهارده ما يعني عايز اقول ايه؟ ان ما اجوع الناس والعالم كله الى فرح لا ينزع منا، ان النهارده الى محبه الله المغيره. هل انا النهارده باجي اقتصر المحبه دي من اجل خلاص الانسان جحيم او سماء؟ لا، ولكن انا النهارده بقول له يا رب بشكرك من اجل محبتك، وانا في الخطيه وانا بعيد عنك، وانا حتى فاكر باعمالي والتدين بتاعي والصيامات بتاعتي والابتهالات بتاعتي والتشكرات بتاعتي وكل الاشياء اللي انا بعملها لك دي، فانت يا رب هتيجي وتتحنن عليا. عايز اقول لك لو كان الامر كده ما كانش تجسد الابن الكلمه الازلي في ملء الزمان عشان يفتدينا ويولد تحت الناموس لكي يفتدي الذين هم تحت الناموس، لان الناموس وضح الخطيه لينا، ولكن محبه الله جت وسطرتنا، جت وادتنا نعمه ان احنا نشفى جسديا ونفسيا وروحيا ايضا. أمين. هنكمل يوحنا اكتر. يوحنا روعه. يوحنا 15 ومن عدد 15 ل 17. ايوه. يقول كده: لا اعود اسميكم عبيد. ايوه. لان العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم احباء، لأني أعلمتكم بكل ما سمعت من أبي. ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. الآية دي مينا روعة. لا أعود أسميكم عبيد. يا ناس لسه بيشوفوا ربنا صورة السيد والعبد، يا ما ناس لغاية النهاردة ربنا ده بالنسبة لهم اللي هو دايما غضبان. يعني مرة كان واحد بيوعظ بيقولهم أنا عندي أخبار ليكم النهاردة، God is in a happy mood، يعني ربنا فرحان يا جماعة، ربنا مش غضبان. أيوة. ربنا دايما أنا حاسة أن ربنا على طول زعلان مني، ده أنا ما بقى لا، النهاردة لما بيشوفني بيبتسم، لما بيشوفني بيقولي أنت عمل إيديا، لما بيشوفني بيقولي أنك أنت غالية على قلبي. لا أعود أسميكم عبيد. ليه؟ لأن العبد ده ما بيعرفش حاجة عن سيده. العبد ده لما سيده بيتكلم بيقوله اطلع برا، روح برا، اعمل. لكني النهاردة سميتكم أحباء لأني ما خبتش عليكم حاجة. النهاردة أقول له أنا المحبوب بتاعك، أنت حبيبي، أنت حبيتني أنا، عشان كده جيت قلت لي كل حاجة. وبعد كده بيقول على فكرة يعني عايز أقول لكم أخبار، مش أنت اللي اخترتني. عشان كده مينا دايما بيقول المسيحية علاقة، كونك أنك أنت مولود النهاردة في عيلة مسيحية مش أنت اللي جيت واخترت أن أنت تبقى مسيحي، مش أنت اللي اخترت دينك على فكرة، لا ده هو النهاردة بيقول ده مش أنت اللي اخترتني، ده أنا اللي اخترتك وأنا اللي شاورت عليك. ومش بس اخترتك عشان تقول لا ده ربنا، ده أنا اخترتك. عارف يا مينا دايما لما بتختار، لما مدير مثلا بيختار حد يشتغل في الشركة مش بيديله مش بيشغله بيسيبه، لكن بيأهله، فبيقول له كده اخترتك وأقمتك، مش علشان تقعد وتلبس بادج وتقول أنا مسيحي، لا ده أنا اخترتك وأقمتك واديتك سلطاني واديتك اسمي علشان تذهب، اذهبوا عليه عشان تأتوا بثمر. لأنك لما تيجي وتأتي بثمر ويدوم ثمركم في الوقت ده هتعرف وتدرك إن الآب هيديلك كل اللي انت طلبته باسمي. ليه؟ لانك محبوب، لانك انت ليك سلطان، لانك انت هتبتدي تدرك سر المسيحيه كلها، انتم فيا وانا فيكم. يعني الفكره كلها اني انا ادرك السر دوت. امين. احنا هناخد بعض الاتصالات ونرجع نكمل من يوحنا 15. معانا اختنا بسمه من امريكا على الفايبر. الو الو اخت بسمه، معاكي مين على الهوا؟ اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. ربنا يبارك خدمتكم. شكرا ليك يا اختي. عاوزه اطلب الصلاه، عندي ديسك في ظهري تعبت جدا،
وكمان عندي مشكله اكل كاتريج حكمي مع ان انا في 40 ومش لاقي الا حل ومسبب لي سبت شغل وقاعده في البيت. يا رب صلوا لي جاهز، مش عارفه اعمل ايه. ربنا يحافظ عليكم. شكرا ليكي اخت بسمه. النهارده هنتحد مع بعض ونصلي وايد يسوع تتلامس معاكي بلمسة شافية. بشكرك من أجل اتصالك. أختنا بسمة بتتصل من أمريكا. معانا أم بيتر من مصر على الفايبر. ألو. خير يا أخي مينا. أهلا بيك يا أم بيتر، اتفضلي. أنا عايزة أسألها من أجل بيتر إبني. أيوة. في حرب على الذهن جديدة، إبليس مخليه عامل رفض لينا دايما أنا وأبوه، وهو مش مبسوط ابدا، دايما تعبان، رافض صلاه، رافض اي حاجه، حتى افكاره بقت ملخبطه وتعبان جدا، وانا متالمه قدامه جدا، بيحصل لي مزعاج شديد وبسال رب اديني سلام، وانا واثقه في وعود الرب يا رب اديني وعود، لكن هو حالته تعبانه وعايز رب يفكه من القيود اللي على الذهن. امين. ويدي مصالحه بيننا وبينه، ودايما بيفتكر حاجات وادعاه، ودايما رافضنا، رافض شخصياتنا، رافض افكارنا، هو مش مرتاح، هو تعبان. ام بيتر هنصلي من اجل بيتر النهارده. عايز اقول لك بدري انت بالمحبه، وبدري انت بمحبه المسيح، و صدري كده الروح القدس ان هو اللي يتلامس الى قلبه، ان هو اللي يجي ويجي كده ويمحي الماضي، ويجي يعمل عملية في ذاكرته في ذهنه، ان هو يلاقي كده شفاء في النفس، وده هيديله القوة انه يتعامل معاكم بمنظور تاني، بنظرة تانية، ويترك الماضي ده تماما، ويكون فعلا بهجة لقلوبكم، وتكون شهادة حية لمجد المسيح في حياتكم. بشكرك أم بيتر من أجل اتصالك. هنصلي معاكي النهاردة من أجل تحرير ابنك بيتر. أمين يا أبون. معانا بعد دقايق بسيطة وعايزين نبتدي صلاة من أجل أحبانا، ولكن عايز أقف عند لا أسميكم عبيدا، لأن للأسف التدين أوجدنا كده، إن أنا عبد، أنا خاطي، أنا تراب، أنا رماد. إحنا مش بنقول إن إحنا من نفسنا فينا حاجة، ولكن هي دي أعجوبة أو إعجاز المسيحية، إن الإنسان ده تراب ورماد، مفهوش أي حاجة إنها تخلي الله المحب يجي ويحبنا أولاً، زي ما يوحنا الرسول بيقول، لأنه أحبنا أولا. فمش إن إحنا قمنا كده وبدرنا بالشيء وقلنا لا، هو قال مش أنتم اخترتموني، أنا اخترتكم. ومش بس كده، جميل في الرب إن هو يقيمنا لتذهبوا وتأتوا بثمر. عارفين لما رب يسوع قام كده وابتدى خدمته ما كانتش كلام، الثمر بتاعه كان شفاء، تحرير، هو ده الثمر. خلاص كان يكلمهم عن الملكوت ويشفي المرضى. ما يعني الكتاب جميل جدا في شرح قصة الشفاء، محبة الله، انه يشرح ايه هو ملك الله، ويشفي ويحرر، وجي علم ال 12 كده وارسلهم، وجي علم ال70 وعينهم، وجي في الاخر في انجيل مرقس قال وهذه الايه تبع المؤمنين كلهم. هللويا. وقال كده، احنا لسه بنقول في يوحنا 14:12 ايه، ان امنتم من يؤمن بي فالاعمال. يا ترى ربنا عايز نبقى كلنا مشمولين في الدعوه، مش عايز فئات معينه من كنيسته، عايز الصغير والكبير. عشان كده روح الله في يوئيل النبي في يوئيل 2 قال في اخر الايام اسكب من روحي على ايه، على كل بشر. فالنهارده الدعوه مفتوحه لكل انسان. معانا مكالمه يمكن هتكون اخيره ناخدها قبل ما نبتدي نصلي. الو اختنا هاله. معانا اختنا هاله من سوريا. الو اخت هاله، معاكي مين على الهوا، اتفضلي.
معك هالة من سوريا. اهلا بيكي اختي، تفضلي. اهلا فيك اخ مينا، انا متابعتكم انا وماما وعم نشوف صلاتكم، نشكركم كثير، عم نصلي معكم دائما. نشكر الرب من اجلك ايفون. اشكرك حبيبتي، ثانك يو. بدي صلي معكم على نية كل المرضى، وبخص بالصلاة ماما، هي عندها مي بالرئة. أيوة. وعامله صعوبه شوي بالتنفس. ايوه. على اساس على اثر سرطان ثدي. ايوه. فمنصلي انها تشفى من هالمي ومن هالضعف بالرئه، وعندها كمان ضعف بعضله القلب. ايوه. يا ريت تصلوا معنا لاجلها وهي عم تسمعكم هلا. وانا بشكرك اختي هاله، وبشكر ماما من اجل ايمانكم، وان احنا فعلا بنصلي من اجل. انا بشكركم كثير اخ مينا، وربنا يبارككم ويكون معكم ويقويكم. شكرا ليكي وبشكرك، وهنصلي والرب يتمجد النهارده وتشهدي عن عمله. شكرا. أمين. شكرا لأجلكم. شكرا، شكرا. أنا بشكر يسوع لأجلكم. شكرا ليكي. معنا اتصال أخير من أختنا منى من مصر على الفايبر. أخت منى معاكي مينا، تفضلي. أخت منى معاكي مينا على الهواء، تفضلي. طيب إحنا عشان وقت البرنامج هنبتدي نصلي من أجل كل أحبائنا. يمكن كلمة أخيرة النهاردة، الله يحبك جدا ومحبته بلا شروط. ما تجيش انت تحط شروط لمحبته النهاردة وتقول له يا رب انا بحد عملك في حياتي. اطلب ملء روح الله النهاردة فعلا يتلامس معاك في اي موقف في حياتك، وعايز اقول لك في اي حالة انت فيها النهاردة مد ايدك، خلاص يسوع قريب جدا، شفاؤه لينا وحريته لينا ايضا. تفضل يا فول. امين. يا رب يسوع انا بشكرك يا رب، بشكرك على ايدك رب الممدوده، لانك بتظهر محبتك لينا بطريقه عمليه. يا رب اشكرك على اختي اللي اتشافت من سرطان الدم، اختي ساميه، واتصلت علشان تشجع ايماننا. يا رب في عيد الحب النهارده بنيجي نقول لك قد ايه يا رب محبتك دي بتخجلنا، قد ايه بنيجي يا رب وبندرك نمشي احنا يا رب اللي اخترناك، لكن ده انت اللي بدرت وانت اللي اخترت يا رب. واحنا بنيجي نقول لك النهارده انا بقبلك يا رب، انا بقبل عملك. قول له الكلمه دي معايا، لو النهارده انت لسه ما اختبرتش يعني ايه حد يحبك بطريقه غير مشترطه، بيحبك زي ما انت، قول له النهارده يا رب انا جاي لك زي ما انا، جاي لك بخطيتي، جاي لك بضعفي. أيوة. جاي لك يا رب بكسرتي، جاي لك باكتئابي. شكرا لي. جاي لك يا رب، يمكن ناس كتيره مش هتقبلني بحالتي ديت، ولا رب انا جايلك بالمخدرات اللي انا مش قادر اوقفها، انا جايلك يا رب بكل حاجه بعملها، وبقول لك النهارده بشكرك لانك بتحبني زي ما انا. قول له النهارده انا بقبلك مخلص على حياتي. قول له النهارده كده، قول له انا مصدق انك انت على عود الصليب دفعت ثمن كل خطيه انا بعيني منها النهارده. قول له سامحني يا رب، سامحني على الحياه اللي انا عشتها بعيد عنك. امنحني قوة تغيير النهاردة بقوة روحك القدوس، ان انا اقوم يا رب وانفض يا رب وارمي الرداء دوت، واقول لك النهاردة يا يسوع يا ابن داود ارحمني. قول له كده النهاردة، قول له ارحمني من خطيتي، ارحمني من مرضي، انا جاي لك زي ما انا باسم يسوع. ان كنت صليت الصلاة البسيطة دي، ثق اللي بيمد ايده النهاردة وبينتشي لك من المكان اللي انت فيه. يا رب اشكرك من اجل خلاصك وشفائك. باجي النهارده بحط يا رب اخواتي بين ايديك. يا رب النهارده احنا بنتامل في اقوى ايات الكتاب المقدس، كلامك اللي بيقول ان ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لك. يا رب النهارده بنتفق يا رب انا ومينا واخواتنا يا رب اللي بيصلوا على التليفونات، واخواتنا يا رب حول العالم، وبنحط يا رب اخواتنا قدامك. يا رب بحط روزيتا سرطان، طفل صغير يا رب عنده حمى، شاب محتاج متخاصم مع أهله. أختي مريم بتصلي أن الرب يسود على البيت ويشفي والدتها. مينا بيحتاج أن هو ما ياخدش علاج، لأن العلاج اللي بياخده بيدوخه وبيخليه تعبان. هادي شفاء فقرات في الظهر والرقبة. كرم شفاء في رجليه. أختي بسمة ديسك في الظهر وحالة نادرة من التآكل في الركب. بيتر حرب على الذهن،
هالة بتصلي من أجل مامتها، بتصلي معانا. يا رب النهاردة بحط كل الطلبات دي بين إيديك، وباجي النهاردة بقول لك باسم الرب يسوع بنتهر الألم من جسدهم الآن باسم الرب يسوع. كل اسم بنحطه أمام عرش النعمة يشفيك يسوع المسيح، أمين. باسم الرب يسوع كل حالة اتحطت النهاردة أمام عرش النعمة، وعدك لينا أن لما بنطلب أي طلب باسمك النهاردة أنت بتتمجد. بحط كلوديو قدامك، بحط إخواتنا اللي بيتابعونا وما عرفوش يخشوا بيتفرج النهاردة، يا ريتني كنت عرفت أخش، بحطه قدامك باسم الرب يسوع. بنتهر كل الألم، أختي اللي عندك ديسك في ظهرك باسم يسوع بنتهر الألم دوت، بنتكلم للظهر باسم يسوع المسيح، يشفيك يسوع المسيح. أختي اللي عندها الكانسر بنتهر كل خلايا سرطانية في جسدك الآن، مد إيدك النهاردة قول له يا رب أنا مش بطلب صلاة، أنا بستقبل شفاء، أنا بستقبل النهاردة شفاء باسم الرب يسوع. قوة شفاء الآن تخرج يا رب يا سيدي الرب من خلال شاشات التلفزيون حول العالم كله باسم الرب يسوع، وتشفي كل مرض مهما كان، مهما كان اسم المرض، مهما كان طول المرض دوت. يا رب النهاردة أنا بشكرك لأن وإحنا بنستقبل شفانا فرحنا بيكمل، لأن بندرك إن إلهنا مش بس ليه سلطان إنه يشفي الخطية، لكن ليه سلطان على الأرض إنه يشفي يشفي الأمراض. يا رب ليك المجد يا سيدي الرب، أشكرك. في عيد الحب بنيجي النهاردة بنتقدم وبنقول لك بنحبك وبنقبل حبك لينا، حب غير مشترك، حب عظيم. أشكرك لأن المحبة اللي أنت حبيتنا بيها محبة قوية كالموت يا سيدي الرب، لك المجد والكرامة في اسم الرب يسوع، آمين. آمين. شكرا يا زون من أجل الصلاة، وبشكركم أحبانا في كل مكان إن النهاردة لينا محبة أبدية، لينا محبة بلا شروط، لينا محبة شافية لأجسادنا وأرواحنا وأنفسنا. إن النهاردة بنتقدم إلى عرش النعمة نجد رحمة ونجد عون ونجد شفاء ونجد محبة الله الآب. بشكركم أحبانا في كل مكان، الرب معكم. لنغني حمدا لله الذي يقودنا في موكبه نصرته في المسيح، لنغني حمدا لله الذي يقودنا في موكبه نصرته في المسيح، ويظهر بنا ما يعرف به ويمجد ابنه يسوع المسيح، وبقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح، وبقوة الروح القدس.